مشاهدينا الاعزاء، دائما عالم المكسرات في صداره. اكيد المكسرات عالميه، من المكسرات ومن الشوكولاتات ومن اكيد القهوه، وايضا نحن دائما ونحن مقبلون على عيد الفطر السعيد. لا تنسوا انه العرض الاكبر والاضخم 46 شيكل سعر كيلو شوكولاته مخلوطه من جميع الشركات العالميه المميزه في عالم الشوكولاته، سواء شركات ايطاليه او بلجيكيه. فاهلا وسهلا فيكم وفي الجميع. عامتي بخير. انت بألف خير. تعرف عليكي؟ رنين خليل من دار الأقصر. أهلا وسهلا رنين، كيف أمورك؟ الحمد لله تمام. كيف أنت تمام؟ طب رنين، إحنا اليوم موجودين في عالم المكسرات، كيف شايفة عالم المكسرات؟ مش أول مرة بتيجي هنا؟ لا، دائما بتعامل معهم، معاملين يعني بتجنن، وأسعار كثير منيحة يعني مناسبة للجميع. أكيد عالم مكسرات عالم مميز من المكسرات تحديدا، يعني بأسعار مميز جدا. الشوكولاتات كمان والعروضات التي لا تتوقف، عروضات العيد بانتظاركم، اللي بيحبوا كمان الفواكه المجففة كمان بانتظاركم، عروضات مميزة، شوكولاتات مميز جدا. فتعالوا في عيد الفطر السعيد في برنامجكم أهلا بالعيد. اليوم أهلا بالعيد لأنه أكيد اليوم بلشنا نحضر بشكل واضح لعيد الفطر السعيد. طيب جاهزي؟ السؤال؟ يلا. ما هو العضو التي تتصل به الرئتان اتصالا مباشرا؟ يعني عضو تتصل فيه الرئتين اتصال مباشر، عضو في جسم الإنسان تتصل به الرئتان اتصالا مباشرا. خيارات هون لهون. طيب، هل تتصل بالكبد، بالمعدة، بالمريء، بالكلى؟ بالمريء. مريء؟ مش بالكلى يعني؟ لا، مريء. أكدي؟ فسري لي اياها، كيف بالمريء؟ بالمريء. هذا اسالك سؤال، مرات مش بيكون واحد بلع شغله سد عنده مجرى التنفس؟ طب هو لما انت تبلع شغله لازم تروح على المريء، معناته المريء بنفذ على الرئتين، على مجرى التنفس، مجال التنفسي اللي عند الرئتين، صحيح؟ صحيح. هي تفسيرها طبعا الشعبوي مش تفسير علمي. اجابتك صحيحه، بالمريء تتصل اكيد الرئه. تفضل، هي جائزتك من عالم المكسرات كل عام. شكرا لك. مشاهدينا دائما بالمحبة معكم، نلتقي وإياكم ومع عالم المكسرات، محامص عالم المكسرات في طول كرم بالقرب من ميدان ثابت. محامص عالم المكسرات أكيد موجود بالقرب أيضا من بنك القاهرة عمان وسط مدينة طول كرم. عروضنا مستمرة في العيد، 46 شيكل إن شاء الله سيكون سعر كيلو الشوكولاتة من أعظم وأفخر أنواع الشوكولاتة. كل عام بخير. أنت بخير. أرحب عليك. روان سلحب. أهلين روان، كيف أمورك؟ الحمد لله. كيف رمضان معك؟ منيح بجنن. حضرتوا للعيد؟ بعدنا. بعدنا ان شاء الله، ربنا بيعطيكم الصحه وبتحضروا للعيد. واحنا برنامجنا برنامج اهلا بالعيد، اهلا بالعيد، عيد الفطر السعيد. ان شاء الله ربنا بيجعل كل ايامكم اعياد بالرغم من هاي الاجواء كده البارده، يمكن احنا ما بنحبها في الاعياد عشان الطلعه والنزله، بس لكن اجواء لطيفه. كل عام وانتم بخير. كمان مره تعرفي محامص عالم المكسرات؟ اه طبعا، موجودين خلفنا مميزين جدا. جربتيهم؟ طبعا. ايش بتشتري بالعاده من عندهم؟ كل شيء بيبيعوا. يعني كل شيء، مثلا مكسرات اكيد، بزرات ببيعوا، مثلا فواكه مجففه، شوكولاتات، العروض. العروض عند عالم المكسرات بتكسر الشغل كله. خلوا عروض عالم المكسرات دائما في الصداره وزوروا عالم المكسرات. روح السؤال. جاهزي؟ جاهزي. كيف ثقافتك منيحه؟ حسب جامعه انت؟ طيب سؤالنا لك بيقول كالتالي، شو بتدرسي بالجامعه؟ طب بشري. طب بشري، طبيب يعني. طيب معناته خلينا أعطيك سؤال مش من تخصصك. طيب، ما هي اسم الصورة التي تبدأ بقسم وتنتهي بحمد؟ تنتهي بقسم وتنتهي بحمد؟ في خيارات؟ في خيارات. هل هي صورة الحشر، صورة الصافات،
سورة قاف، سورة الجمعة، سورة الصفات. سورة الصفات تبدأ بقسم وتنتهي بحمد. تأكدي؟ جواب نهائي؟ إجابة صحيحة، سورة الصفات بالفعل هي التي تبدأ بقسم وتنتهي بحمد. تفضل جائزتك من محامص أكيد عالم المكسرات، وكل عام وأنتم بخير. صح السلام. الله إليك. دائما وأبدا كل عام وأنتم بألف خير مع محامص عالم المكسرات المميزون دوما وسط مدينة طول كرم بالقرب من مقهى عمان وميدان أكيد ثابت وسط المدينة. عالم المكسرات خياركم الأفضل عندما تحضرون للعيد في برنامج أهلا بالعيد. لما بدكم تحطوا المكسرات الصح والشوكولاتات الصح روحوا على عالم المكسرات. وكمان عندنا القهوة وعندنا المجففات من الفواكه وغيره، وأكيد عندنا عروضات مميزة لا تنتهي ولا تتوقف طيلة أيام العام. كل عام وأنتم بخير. تعرف عليكي؟ اسمي هيا مصاروة. نعم يا هيا، كيف أمورك؟ تمام الحمد لله. وين يا هيا؟ مثل كرمة. أهلا وسهلا يا هيا. هيا كيف تحضيراتكم للعيد؟ الحمد لله تمام، ماشي الحال. ماشي الحال إن شاء الله دائما. اليوم برنامج برعاية كريمي من محامص عالم المكسرات، سمعت فيه؟ أهلا وسهلا. لا صراحة أول مرة. طلعي بالأفق بعيدة. بعيدة هي اللافتة مبينة. أحسن نروح نشوفها. تمام يلا. محامص عالم المكسرات مميزين جدا في عالمنا، العروضات المميزة. محامص عالم المكسرات أكيد كل التحية لأخونا سامر الزغل وأخونا مصطفى الزغل وكل أكيد إخوتهم وأحبائنا. سؤال لك، ما الحيوان المفترس الذي يتزوج اثنتين في وقت واحد؟ حيوان مفترس يتزوج اثنتين في وقت واحد. ما في خيارات؟ لا في خيارات طبعا. في الأسد، الذئب، الفهد، النمر. الأسد. أسد بأخذ لبؤتين. بأخذ لبؤتين. من الآخر يا أب؟ من الآخر. جواب نهائي. جواب نهائي. إجابة صحيحة، أكيد الأسد هو الحيوان المفترس الذي يتزوج اثنتين يعني لبؤتين في وقت واحد. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير، سلم إيديك. مشاهدينا دائما وأبدا كل عام وأنتم بألف خير، برنامج أهلا بالعيد، أهلا بالعيد الفطر السعيد معكم من عالم محامص أو محامص عالم المكسرات المميزون دوما في عالم مميز بين المكسرات وأيضا الشوكولاتات والقهوة. دائما عنوان التميز محامص عالم المكسرات. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. تعرف عليكي؟ هبة أسامة. نعم يا هبة، كيف أمورك؟ الحمد لله بخير. الله يسعدك. طيب هبة، حضرتوا للعيد؟ ايش؟ حضرتوا للعيد؟ اكيد يعني. يعني بلشتوا؟ اكيد. طيب اهلا وسهلا هبة. هبة اليوم برنامج برعاية كريمة من عالم المكسرات، بتعرفيهم؟ وين موجودين؟ ما بعرفهم بس انه يعني بنتعامل معهم كثير. اكيد عالم المكسرات مش بعاد من هون، وعلى فكرة هم على الدوار الثابت تقريبا تحت مقهى عمان. اوكي. يعني ما تحت مكتب اقليم حركة فتح، فيش مشكلة. اوكي. اهلا وسهلا هبة. طيب هبة نروح للسؤال، جاوب عليه صح بتربح جائزة. في أي عام فرضت زكاة الفطر؟ بتعرفي احنا بآخر رمضان بنطلع زكاة الفطر. ايه صحيح. فبأي عام فرضت؟ تعطيني خيارات؟ هو عام هجرية يعني أكيد يعني بأي عام هجرية. ايش تتوقع قبل الخيارات؟ يعني العام الأول، الثالث، الرابع، الخامس. خيارات مصرة على الخيارات. طيب راح نروح على الخيارات. هل هو فرضت زكاة الفطر في العام الأول للهجرة، في العام الثالث للهجرة، في العام الرابع للهجرة، في العام الثاني للهجرة؟ ثاني للهجرة. ثاني؟ ايوه. مش الأول يعني؟ لا ما أظنش. متأكدة؟ ايه متأكدة. يعني خلاص تمام يعني أعتني. إجابة صحيحة، في العام الثاني للهجرة فرضت زكاة الفطر. تفضلي هي جائزتك من عالم مكسرات، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا يعني. شكرا. هلا الله يسعدك. مشاهدينا في عالم مميز من عالم المكسرات، نحن معكم في البرنامج أهلا بالعيد. عالم المكسرات خياركم. لا تنسوا 46 شيكل سعر كيلو الشوكولاتة في العيد. 46 شيكل سعر كيلو شوكولاتة في العيد. شوكولاتة سويسرية، شوكولاتة بلجيكية، شوكولاتة إيطالية، من أفخم وأضخم الماركات العالمية في عالم الشوكولاتة، كلها تحت سقف واحد اسمه عالم المكسرات في طول كرم وسط المدينة بجانب أكيد ميدان الشهيد ثابت تحت بنك القاهرة عمان. يعني ما عليكم سوى زيارة عالم المكسرات تستمتعوا بعيد مميز إن شاء الله. كل عام بخير. وأنت بألف خير. صحة وسلامة. حياك كيف الحال؟ الله يسعدك، حياك الله. تعرف عليك؟ إبراهيم صدوق. هلا يا إبراهيم، كيف الأمور؟ والله الحمد لله حبيبنا. حضرتوا للعيد؟ الحمد لله رب العالمين. هنا على التجهيز. على التجهيز. أهلا وسهلا فيك. طيب إبراهيم اليوم برنامجها تحت رعاية كريمة من محامص عالم المكسرات، تعرفه؟ كل الاحترام. بس بعرفه. مين؟ عالم المكسرات يا زلمة، تاع الشوكولاتة والمكسرات ولهم فرعين. صحيح. مميز. على كيف كيفك. أكيد له فروع أخرى موجودة كمان، له فرع عند مفرق المقاطعة.
مميز كمان وممتاز جدا. فرعين العشر نابلس واللي عند مركز المدينه، وفي عند واحد وفي كمان عند مفرق المقاطعه. كل الاحترام، مميزين جدا. نروح لسؤال. يلا. ما هي الحرفه التي سهل. لا سهل ان شاء الله. ما هي الحرفه التي عمل بها جميع الانبياء؟ تعرف؟ يعني عمل فيها، عشان اوضح لك اكثر، عمل فيها سيدنا محمد، سيدنا عيسى، سيدنا موسى. ما هي هذه الحرفه؟ راعي الاغنام. راعي الاغنام؟ راعي الاغنام وفلاحه وهي. يعني انت بتقول في مجال راعي الاغنام. بقول الاغنام والى اخره. هيك برايك؟ ايوه. جواب نهائي. كلهم كانوا على يعني كحياه البادي كانت كلهم راعي الاغنام كانوا. جواب نهائي. إجابة صحيحة. راعي الأغنام هي الحرفة التي يتشارك بها جميع الأنبياء. تفضل جائزتك من عالم مكسرات. كل عام وأنتم بخير. لهون وصل لختام هذه الحلقة المميزة من برنامجكم أهلا بالعيد. اليوم شفناها من خلال عالم المكسرات المميز، محامص عالم المكسرات. أكيد مميزون دوما بكم ومعكم زبائننا الكرام. أنتم عليكم التوجه إلى محامص عالم المكسرات. ليش؟ لأنه في محامص عالم المكسرات عند دوار شيء ثابت تحت بنك قارة عمان ممكن تحصلوا على سعر كيلو شوكولاتة العيد من الماركات الإيطالية والبلجيكية بسعر 46 شيكل فقط للكيلو. فأهلا وسهلا فيكم. بالإضافة لعشاق المكسرات المميزة حب الحب الصح بس عالم المكسرات. أكيد بتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. إلى اللقاء.